الو، اهلا بيكي، اتفضلي. متطلقه بقالها ب3 سنين، وجوزها خد بنتها وماشي، ما خدت حكم بضم الطفله الصغيره، واخدها وهي عندها سنه، بقالها سنتين دلوقتي معاه ما شافتهاش، وهربان بيها من البحيره لاسكندريه، فعايزين ان احنا ناخد البنت منه مش عارفين، ورحنا للمجلس الدولي للمراه ما هو هربان. خد البنت ومشى، انتوا عارفين مكانه؟ عارفين مكان شغله، والبحيره تقول لك ما تنفذش على اسكندريه، واسكندريه ما تنفذش على البحيره. فلو سمحتي انا بناشد وزير الداخليه من البرنامج بتاعي يتبنى موضوع بنتي ويجيب لها بنتها، انا عايزه بنتي بس توصل لي. بنتي حالتها سيئه جدا وتعبانه وتعبت نفسيا، وحالتها بقى ميؤوس منها خالص، فلو سمحت ساعدتونا ان احنا نوصل لبنتها. حاضر، نتمنى ان المناشده دي توصل، لانه بعض الاجراءات بتعرقل من انه فعلا الستات تاخد فعلا ولادها، بيبقى فيه مشكله بس في الاجراءات، فنتمنى ان الموضوع ده يوصل للناس. طيب الاول الاخ اللي هرب هو ببنته ذكروا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، كان يسمعنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. وانا بناشد كل اب وكل ام، من ما ينفعش بيسرقوا بيخطفوا العيال. انا بيجي لي مكالمات من جدات تقول لك راح خطف البت من الحضانه، واحنا مش مدين اخوان، يعني في جده مش قالت لي ده احنا مش مانعين انه يروح يشوفها وبيشوفها، وعشان كده الحضانه شافت ابوها داخل فما اتكلمت، يعني مش مبلغين ان في حاجه، خطفها وسافر بره، ده هرب بقى اوروبا مش عارفين يجيبوا البنت. مع هنا بقى القصه، هنا بقى ان الانسان لازم ياخد باله من نقطه مهمه قوي، احنا ما ندخلش الاولاد طرف في هذه المساله، بيدخل لانني حجرت على حق الولد في انه يعيش مع عيشه سويه، يشوف امه او يشوف ابوه، انا حجرت على حقه وانا مسؤول عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى.